سي محمد زاروق، وانت تدافع عن المستهلك التونسي، كيف نشوفوا الصور هذية؟ شنو نجم نقول؟ ديما باش نرجع بيك للبي تي ار اللي صار قبل، خاطر ما نجمش نكون مسؤولة برشا، مسؤولي كمسؤول في المنظمة. الناس هذوما اللي تعيش تحت عتبة الفقر، والمنظمة يوم 17 أكتوبر هو اليوم العالمي للحد من الفقر، ونحن تأسفنا كثير اللي ما صارتش عليه لا على المستوى الحكومي ولا المجتمع المدني ولا حتى على الإعلام، حكاوا عليه وتعدى فيها. والمنظمة نحن قمنا باجتماع على مستوى المكتب التنفيذي نتاعنا، وخرجنا بيان وطلبنا فيه، فسرنا فيه الوضعية، وعطينا فيه برنامج للحكومة اللي ما زالت قائمة، وطلبنا طلبنا أول حاجة هو برنامج فيه ثلاث نقاط. طلبنا إنشاء مرصد وطني للحد من الفقر، الظاهر هذه معضلة، ولات معضلة وطنية، مشكلة وطنية، لازم فما هيكل متخصص يتبع الناس هذوما ويقترح البرامج، خاطر نحن الفقر نتاعنا موزع في البلاد كاملة، وخصوصيات المناطق وخصوصيات الجهات، وخاصة الناس هذوما ما ناقصين الماكلة وحتى البنية الأساسية، ويزم نرفع عليهم العزلة نتاعهم. دونك فيزم فما مرصد يتبع الناس هذوما ويشوف يقترح لهم عديد الاقتراحات. الحاجة الثانية هو كما قلت لك اخذ احصائيات اللي عندنا 2010، نعرفوا بعد الثوره تفاقمت نسبه الفقر، تفاقمت بصفه كبيره، لكن ما عندناش الاحصائيات الرسميه، وطلبنا باش نقوموا طلبنا من المعهد الوطني للاحصاء باش يقدم على باش يعمل مسح جديد. ما نستناوش 2015 وقت تعداد السكان، وخاصة راهو في العائلات المعزلة 235 فما ناس مقصية مش بتاخذوا، كانوا العمد والمعتمدين إذا يحطوا إذا ما يحطوش، فما ناس ما تستاهلش وتاخذ، وفما ناس تستاهل وما تاخذوش.